السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة تختلف عن اي وصفة احنا قدمناها قبل كده. باذن الله الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة مع بعض ديت هتكون وصفة مميزة جدا. وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه؟ عن كيس واحد بس ان شاء الله هنستخدمه على كوباية، وباذن الله هينزف معاك الدهون بطريقة كويسة جدا جدا، وهينزل معاك وزن يمكن عمرك ما تخيلتيه او ما يخطرش على بالك قبل كده. الوزن بتاعك ده ان شاء الله هيبقى وزن سريع اللي هينزل. طبعا في بنات كتير دايما بتعاني من منطقة البطن والجوانب والارداف. الوصفة يا جماعة اللي احنا هنعملها دي هتنهي على كل المشاكل، لان الوصفة دي بالذات بتشتغل على منطقة البطن والارداف والدهون العنيدة كمان، يعني بمعنى اصح هتخلص جسمنا كله من الدهون المتراكمة. واخطر دهون يا جماعة دهون الاحشاء الداخلية، ده بيبقى اخطر دهون. علشان كده احنا عملنا لكم الوصفة دي على اساس ان هي تنزل معاك كل الدهون الموجودة. لان خدوا بالكم دايما الناس اللي هي بتلاقي الوزن بتاعها زاد شوية بيبقى معظم الدهون ديت موجودة في الاحشاء الداخلية، يعني بتبقى موجودة على المعدة وممكن لا قدر الله تبقى موجودة على الكبد. الحاجات دي كلها لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا، لان فيما بعد بتسبب مشاكل. فاحنا علشان نتفادى كل المشاكل دي كلها احنا هنعمل النهاردة الوصفة بتاعتنا ديت على اساس ان هي تنزل كل الدهون دي. عايزة اقول لكم لما انا جربت الوصفة ديت، وفعلا الوصفة دي يا جماعة عن تجربة هتنزل معاك على الاقل كل يوم كيلو دهون. الوصفة ديت اول ما تاخديها هتسد الشهية معاك، يعني بعد ما كنت بتاكل طبق رز هتخليكي تاكل نص طبق، بعد كده هتقللي الكمية بتاعتك. برضو في العيش يا جماعة العيش برضو بعد ما كنت بتاكل رغيف كامل هتحاول ان انت تاكلي نص رغيف، يعني معنى اصح هتقلل معاك الشهية. طيب نسمي الله كده ونبدأ ونحط لايكات للفيديو. عايزاكم يا جماعة توصلوا الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات وتشيروا الوصفة علشان برضو الناس كتير تستفاد منه. يلا بينا نبدأ نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه، وايه هو الكيس اللي هينزل معانا كل يوم كيلو دهون. واتحداكي لو ما جابش معاك النتيجة، وانا عارفة ومتأكدة ان انت هتكتب اللي فوق كومنتات وتقول ان فعلا الوصفة دي جابت معاك نتيجة ممتازة. يعني انا يمكن ببقى مبسوطة جدا لما بلاقي برضو في ناس بتكتب لي ان الوصفة بتاعتي جابت معاكم نتيجة، او كل يوم مثلا بلاقي حد بيقول الوصفة دي جابت معايا نتيجة كويسة او انا نزلت عليه. ان شاء الله برضو الوصفة اللي انت هتشوفها معايا ديت ده باذن الله هتنزل معاكم الوزن اكتر، يعني من غير ما تتعبي نفسك وتعملي دايت او تعملي رجيم. الكلام ده كلته ده باذن الله من غير اي حاجة من الكلام دوت، ده باذن الله كفيلة الوحيدة ان هي هتنزل معاكي كل يوم كل دهون. وده اهم حاجة يا جماعة اللي احنا عايزينه. متى ما حسيتي ان الدهون بدأت تنزل هتحسي ان جسمك بدأ يتظبط، ودي اهم حاجه. تعالوا بقى كده نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الكوبايه بتاعتي. مبدئيا كده يا جماعه انا معايا نص معلقه من الشاي الاسمر، تمام؟ ده الشاي اللي احنا بنستعمله، او كل بيت بيستعمل الشاي الاسمر دوت اللي انتوا شايفينه ده. اي نوع شاي اسمر موجود عندك استعمليه. الماده الفعاله الموجوده في الشاي دوت ده كفيله الوحيده ان هي تحرق معاك الدهون، تمام؟ احنا خلاص مش هنكتفي على كده، احنا هنعمل كمان ايه؟ هنحط معلقه كبيره اللي هي برضو معلقه الشاي اللي احنا بنعاير بيها الشاي، معلقه شاي اخضر، تمام كده كويس اهو. الشاي الاخضر ده يا جماعه ده كويس جدا برضو، فيه مضادات اكسده كويس جدا وبيحرق معاك الدهون. لو انت مش موجود عندك اللي هي الباكيتة الكبيره او العلبه الكبيره ممكن تجيب البكاوي وتفرغي الباكو فيها. ده كده حطينا النعناع على بعض، هنزل عليهم بالماء المغليه. طبعا اكيد انك بتلقمي كوبايه شاي عاديه خالص. ده كده اهوت بنقلبهم كويس جدا. خلاص كده اهو. طبعا في ناس هتقول طب ينفع استخدم الشاي الاسمر بدل الشاي الاخضر؟ ينفع عادي مفيش اي مشكله، بس الافضل ان انت تحطي الاثنين على بعض علشان يديك نتيجه كويسه جدا ويحرق معاك الدهون كويس جدا. مفيش مشكلة خالص لو انت مش متوفر عندك الشاي الاخضر، ممكن يعني تستغنى عنه وتستخدم الشاي الاسمر بس. محدش بقى يا جماعة يحط سكر ولا يحط عسل ولا حتى سكر دايت، محدش يحط الكلام ده خالص، لان الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة مش محتاجة اي سكريات ولا اي حاجة، تمام كده. كوباية الشاي جاهزت معايا. طيب انا عشان احط المكون بتاعي لازم يكون الشاي عندي بارد خالص او دافي بمعنى اصح، يعني على اساس ان انت ايه تستحملي ان انت تشربيه لازم يكون دافي. يعني انت وانت بتشرب الشاي لازم بيكون دافي، يكون مثلا يعني ايه تحس ان هو بارد شويه كده على اساس ان انت تعرفي تشربيه. على اساس المكون بتاعنا اللي احنا هنحطه دوت لازم ما يتحطش الا ويكون الكوبايه بتاعتي دافيه، بس دافيه بسيط كده علشان ما يبقاش محطوط والميه بتبقى ايه سخنه قوي، تمام؟
طيب المكون بتاعنا النهارده هو هيبقى ايه؟ البيكنج باودر زي ما انتم شايفين. طبعا محدش يستغرب يا جماعه واقول بيكنج باودر، لا البيكنج باودر ده كويس جدا جدا في حرق الدهون من غير اي رجيم من غير اي دايت، الكلام ده كلته ده كفيل لوحده ان هو ينزل كل يوم معاكي كيلو. اقدر اقول لك ان المكون ده يعتبر سحر. الناس اللي هي بره مصر ده بنقول عليه يا جماعه خميره الحلويات، البيكنج باودر دوت علشان ممكن يكون العبوه متغيره ولا حاجه، ده بيكنج باودر بتاع الحلويات. طيب انا هستخدمه ازاي وهنشوف بتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل، انا هقول لكم على الكلام ده كله. ده كده يا جماعه هنفتح الكيس زي ما انتم شايفين اهو، وهنشوف المقدار اللي احنا هناخده قد ايه. تابعوا معايا الوصفه للاخر على اساس ان انتم تستفيدوا من الوصفه وتعملوها صح. اهو ده الكيس بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين. انا هاخد مقدار قد ايه؟ هاخد مقدار حاجه بسيطه جدا اهو، يعني حاجه كده بس على طرف المعلقه، يعني حوالي ربع معلقه بسيطه خالص. ده طبعا كده يا جماعه زي ما قلت لكم انا ممكن يكون الكوبايه سخنه عندي شويه بس علشان انا بعمل معاكم الفيديو. انتوا بقى طبعا مش هتحطوا البيكنج باودر دوت الا لما الكوبايه تهدى معاكي خالص، فانا هنزلها كده اهوت وهنقلب الكوبايه بتاعتي كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ما حدش يستغرب ويقول ده البيكنج باودر ده ممكن يعمل حاجه، ده ممكن يتعب المعده، لا هو مش هيتعب المعده ولا هيعمل معاك اي حاجه خالص. بصوا كده يا جماعه الكوبايه دلوقتي جهزت معايا، يا دوبك انا هصفيها، اهم حاجه اصفيها علشان تبقى سهله معايا وانا بشربها، عشان طبعا الشاي والشاي الاخضر ده خشن، فما يعني ايه ما يبقاش في عقق ولا حاجه وانت بتشربي. طيب مين بقى المفروض يشربها ومين المفروض ما يشربهاش؟ مرضى القلب يبعدوا عنها خالص، الناس اللي عندها قرح في المعده يبعدوا عنها، الناس اللي هي الحوامل ما تاخدهاش، الناس برضو اللي هي بترضع ما تاخدهاش، الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم ما تشربهاش، امراض الكلى ما يشربهاش، غير كده برضو اي حد ممكن يشربها عادي. تمام، دي كفيله الوحيده ان هي تنزل كل الدهون الحشويه اللي موجوده في بطننا. وخلي بالكم يا جماعه الكوبايه دي كمان بتشتغل على منطقه الدهون العنيده اللي في البطن، اللي هي اللي بتبقى صعبه قوي نزولها ديت، اللي في البطن، الارداف، الجوانب، الحاجات دي كلها. مسافه اسبوع واحد بس هتبص تلاقي جسمك اتغير 180 درجه عن تجربه، وباذن الله هتكتبوا لي لو انتوا فعلا اتبعتوا الكوبايه ديت وخدتها صح. طيب الكوبايه دي بتتاخد امتى؟ لو انت قدرت تاخديها على الريق خديها، يعني لو انت قدرت ومعدتك قدرت تستحمل انك تاخد الكوبايه دي على الريق مفيش مشكله خالص خديها. الكوبايه دي يا جماعه امنه مفيش فيها اي خطوره ما عدا الناس اللي احنا قلنا عليها بس ديت، ده تبعد عنها، خلاف كده ممكن اي حد يشربها عادي خالص. مش هتقدر ان انت تاخديها الصبح على الريق، ممكن تاخديها بعد الفطار او قبل الغد. تمام كده، مره واحده بس في اليوم هناخد فيها الكوبايه دي. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.